السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنتكلم على موضوع مهم جدا، ألا وهو موضوع التقسيط. طيب التقسيط مفهوش حاجة مش حرام، ليه؟ لأن أنت بتروح تشتري من البائع، بتقول له مثلا حاجة دي بكام؟ بمية جنيه. طب خد المية جنيه، خشرت فور ومشيت، فهو بياخد الفلوس دي ويشتري بقى بضاعة تاني يوم وهكذا، فعجلة البيع والشراء بتدور. إنما لما أنا أقول لا أنا مش معايا فلوسها هقسطها، فالعجلة بتقف تعطل شوية، فلازم يقول لك مثلا طب خشرها ب 120، خدها ب 120 مادام تقسيط، وكل شهر ادينا مثلا 20 وكده. فدي من ناحيه الحلال والحرام ما فيهاش خالص. لكن في حاجه مهمه جدا قالوا، هي ان انت ما تشتريش حاجه ما تقدرش على دفع ثمنها فوري، تمام؟ يعني انت في امكانياتك ان انت تشتري العربيه بس قسطتها، ماشي. انما لو انت مجرد ان انت دفعت كل اللي هتحوشه لمده 5 سنين قدام في العربيه، قيمتها بتقل جامد. يعني انت بعد ما اشتريتها قيمتها قلت، تمام. موبايل برضه قيمته هتقل وانت لسه مستمر في ان انت تدفع الاقساط بتاعته. موضوع التقسيط بيسهل ناس كتير جدا، يقول لك ايه والله انا بدفع كل شهر 100 جنيه 200 جنيه بس، مفاجأة ان التقسيطات بتكتر عليه، ومفاجأة ان هو عليه ديون، وناس كتير جدا بيحصل لها مشاكل كتير جدا وبتسجن بسبب حاجه زي كده، تمام. لو في امريكا عندهم المشكله دي حاجه اساسيه، يعني حتى في القصص المصوره زي قصص بطوط، بتلاقي بطوط اصلا طول الوقت عاطل ما بيشتغلش، ومع ذلك عنده بيت كبير. ده اللي هو الحلم الامريكي، عنده بيت كبير وعنده سياره وما بيشتغلش. منين؟ من هو بيقعد يقسط وحاجات زي كده. البنوك بتقول لك والله، تلاقي حد بيقول لك خد الكارت اهو بتاع البنك، خلاص انت كده معاك، تقدر تسحب على المكشوف وقت ما تحب، وتبقى ترجع وقت ما تحب، ولو رجعت قبل شهر ما مش هيخصموا منك، بس لو اتاخر هتبدا تدفع فلوس وربا وحاجات زي كده. فلازم تبقى حريص على فهم نقطه معينه. انا اقول لك حاجه، كل الناس اللي هي بتاعت درس تجاره هتقول لك الكلام ده غلط، بس ركز معايا وافهم اللي انا بقوله، وسيبك من الكلام اللي هم بيدرسوا كل التجاره. عندنا حاجه اسمها اصول وخصوم. تعريف اللي انا اقوله ده غير اللي بيدرس كل التجاره. الاصول ان الحاجه هتجيب لك ربح، تمام. يعني اشتريت عربيه وشغلتها اوبر فبتجيب لك دخل كل شويه، فده اصل، فانت كده بتستفيد. انما لما تشتري حاجه وكل شويه قيمتها بتقل سواء استهلاك، يعني لو شريت عربيه يعني حديثه واخر موديل ومحدش جابها قبليه، ومجرد ان انا مشيت بيها متر واحد بس في الشارع قيمتها نزلت جامد، تمام. فده بتعتبر خصوم، يعني انت بتشتريها اي نعم بسببها كل حاجه، لكن هي تعتبر خصوم بالنسبه لك، تمام. فانت لازم كل شويه عشان تبقى من فئه الناس اللي بتفكر بتفكير غني، ان انت تدور على الحاجات اللي انت تشتريها تبقى اصل بالنسبه لك وتجيب لك فلوس، تمام. تنبيه، ما تشتريش حاجه انت ما تقدرش تشتريها فوري. لو انت مش معاك تمن كاش ما تشتريهاش. انت هتفتكر تعتقد ان ده ميزه كبيره وتسهيل وتطوير لحياتك، بس ده فخ. وانت هتشتري موبايل تدفع فلوسه مره واحده خلصت، انما لما تدفع قسط كل شويه قيمته عماله تقل، وانت عمال تدفع في القسط بتاعه ممكن ما تقدرش فتره من فترات، فتلاقي نفسك وسط الازمه وانخفاض قيمه العمله وزياده الاسعار والحرب بتاعت اوكرانيا والحاجات دي كلها، تلاقي نفسك مديون وعليك التزامات ومش قادر تسددها وعندك مشاكل كتير جدا وتقعد تلف في ساقيه. فما تشتريش حاجه قسط انت ما تقدرش تشتريها كاش.